هذه المبادرة التي تقوم بها حكومة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة وللسنة السابعة هي في غاية الأهمية، لأنها تفتح العيون وتفتح العقول على مرحلة جديدة يجب أن نعد أنفسنا لها وللتلاؤم مع متطلباتها. ونحن قد تأخرنا وتأخرنا كثيرا، ولكن هذه المبادرة تأتي اليوم لتؤكد من جديد على طبيعة التحديات والتحولات التي نشهدها في العالم، والتي تتطلب بداية أن تكون هناك لدينا حكومات متبصرة وقادرة على أن تكون لها رؤية فيما ينبغي عليها أن تقوم به إزاء شعوبها وإعدادهم من أجل أن يكونوا كفءاً لمواجهة هذه التحديات العلمية وأيضاً الاقتصادية والاجتماعية اللازمة لذلك. فبالتالي هذا المؤتمر باعتقادي أنا أنه وسيلة لصدم نحن بحاجة إليها من أجل تمكيننا على أن نبادر وبسرعة إلى الإعداد لهذه المرحلة الجديدة. طبيعي نسمع الآن عن الذكاء الاصطناعي وما شابه ذلك، وبالتالي لا ندري نحن الآن قديش في هناك يعني متطلبات لمثل هذا الأمر، بداية من مستويات التعليم وطبيعته ونوعيته إلى الاقتصاد وأيضا تعديله ولكي يتلائم مع هذه المرحلة.